Radio da Bangá. ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة التقينا ونلتقي بالإخوة الأستاذ مستور أحمد محمد من الحزب المؤتمر السوداني، والناشط المدني والقائد الطلابي محمد الحسن التعش. بدءا أستاذ محمد الحسن، يعني أهلا بك في دبنجا، وسؤالنا مباشرة يعني كيف تقيمون التقرير الذي رفعته منظمة العفو الدولية حول استخدام الحكومة السودانية للأسلحة في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور؟ شكرا جزيلا راديو دبنجا على إشارتكم لهذا الموضوع المهم والخطير، موضوع استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في حرب أهلية داخل السودان. على مستواي الشخصي، منذ فترة أنا كنت بعتقد فعلا أن الحكومة استخدمت أسلحة محرمة دوليا في إطار حربها ضد المدنيين في دارفور أو في المناطق الثلاثة في جبال النوبة والنيل الأزرق. أنا بعتقد جازم فعلا كناشط في مجال حقوق الإنسان ومتابع لمجريات الحرب البئيسة التي دارت لأكثر من 20 عام في مناطق كثيرة في السودان، كنت فعلا متوقع انه النظام سيستخدم اسلحة محرمة دوليا في اطار حملته العسكرية الشعواء ضد المدنيين. ولذلك لما اثارت منظمة العفو الدولية تقريرها عن استخدام الحكومة السودانية لاسلحة كيماوية في حربها الاخير في منطقة جبل مرة، بالنسبة لي ناشط مدني غير مستغرب، لكن كإنسان أنا أحبط إحباط فظيع إنه كيف تصل مستوى الحرب الحكومة ضد مواطنيها، كيف يصل المستوى اللي ممكن الحكومة تستخدم أسلحة محرمة دوليا، حاجة مخالفة للأعراف الإنسانية ومخالفة لقواعد الصراع السوداني نفسه أنها تستخدمها ضد مدنيين عزل وأطفال في مناطق نائية جدا من مناطق السودان، حاجة مؤسفة جدا. وأنا أستاذ محمد الحسن، أنت أسست يعني أسست اتهامك وفرضياتك على شنو يعني؟ أنا أسست الفرضيات على تقارير وردت لأكثر من مرة، حتى قبل تقرير منظمة العفو الدولية في الحرب اللي استخدمت السلاح اللي بتستخدم الحكومة ضد المدنيين في مناطق دارفور وفي مناطق جبال النوبة وفي مناطق النيل الأزرق، وقبلها في إطار الصراع الأهلي ما بين الشمال وبين الجنوب. ده من ناحية، من ناحية تانية وطبعا في أكثر من إشارة لتقارير من هذا النوع، في أكثر من إدانة في مجلس حقوق الإنسان للنظام باستخدامه عنف مفرط ضد المدنيين، ده أكثر من مرة، وتم إدانة النظام رسميا من مجلس حقوق الإنسان بعلم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. ده ناحية. الناحية الثانية في إطار الإلمام بطبيعة الصراع وأخلاق النظام في حرب ضد الخصوم وضد المدنيين، أنا عارف إلى أي مستوى ممكن يصل النظام، إلى مستوى لا أخلاقي في استخدام أسلحة كيماوية، ده حاجة غير مستبعدة بالنظر إلى الأخلاق بتاعة النظام السوداني نفسه. الثلاثة، صحيح استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين يعني حاجة فوق خيال البني آدم، فوق خيال الإنسان، إنه كيف يصل إنسان مرحلة من التوحش ومن التبهم إنه يستخدم أسلحة محرمة دوليا وأسلحة كيماوية فتاكة ويستخدمها ضد مدنيين عزل، ده فوق خيال الإنسان كبني آدم. لكن واضح جدا إنه استخدام الحكومة للألتينوف سلاح الطيران لأكثر من مرة، كلكم شاهدتوا الفيلم اللي أعد في حرب جبال النوبة، الفيلم بتاع الألتينوف، أنا شاهدته قبل 7 شهور، عرض هنا في قاعة سينمائية في نورث لندن.
أنا يعني بكيت بكاء كالطفل إنه كيف الإنسان يستخدم هذا النوع من العنف والرعب ضد مدنيين وضد مؤسسات يعني مدنية زي المدارس والشفخانات. فإنسان استخدم هذا الأسلوب، استخدم هذا السلاح والطيران ضد مدنيين، متوقع جدا أن يستخدم أي أسلحة في متناول اليد مهما كانت في إطار في تقديرك أستاذ أحمد الحسن، في تقديرك يعني هل في مبررات أخلاقية؟ يعني هل في حوجة إذا افترض أن الحكومة هي بتحارب وكذا والحرب ضد المتمردين وكذا، هل بالضرورة يعني استخدام هذه الأسلحة؟ في تقديرك لماذا استخدمت الحكومة هذه الأسلحة؟ شوف الحكومة ألا يكفيها يعني الأسلحة العادية؟ نعم، شوف الحكومة عندها ثلاثة دوافع. أنا بتكلم عن الحكومة المركزية، وتغير الحكومة تغيرت وغيرها، لكن الحكومة المركزية تاريخيا نظام الإنغاس عنده ثلاثة دوافع في حربه ضد المدنيين في مناطق أطراف السودان. واحد اللي هو الخوف من التحولات الاجتماعية اللي مفروض تتبع تحولات سياسية كبرى تعصف بقوانين اللعبة التقليدية اللي نحن يعني ورثناها في النظام السياسي في السودان، وده خوف خلى النظام يشن حرب بلا هوادة ويؤسس لتحالفات غزرة في المنطقة عشان يعني يوقف هذه التحولات يوقفها في حدها الاجتماعي وما تصل إلى حدها السياسي. دو واحد. اثنين، النظام مدفوع بعوامل بتاعت يعني حقد، حوامل للأسف يعني عوامل حقد اجتماعي ضد قوة اجتماعية معينة. للأسف الشديد أنا بقول هذا الكلام وأنا متألم إنه أقوله، لكن هذه هي الحقيقة. النظام مدفوع بحقد ضد القوة الاجتماعية دي، ولذلك لا يتوانى في استخدام أي نوع من الأسلحة في ضربها وإبادتها. يمكنك أن تتصور لحرب أهلية داخلية استمرت ما بين الشمال وبين الجنوب، حصلت خلال سنوات الحرب مليون مواطن في هذه الحرب، ولذلك هل هنالك دافع سياسي فقط وراء هذا الحرب؟ من المؤكد هنالك دوافع بتاعة حقد اجتماعي ضد هذه المسألة. الحاجة الثالثة، النظام بيستغل تحالفاته السيئة وتناقضات المجتمع الدولي عشان يصف المعركة دي عسكريا ويجبر الخصوم لاتفاق سياسي هزيل. أنا بقول هذا الكلام واضح جدا، أن الحكومة حسب التقرير الأخير زي ما أنت عارف وسمعته، أن الحكومة استخدمت سلاح كيماوي مصنوع في الصين لضرب مدنيين في مناطق دارفور عشان ينهي المعركة عسكريا ويجبر الخصوم لتوقيع اتفاق سهل. ولذلك يعني شوف إلى أي مدى السياسة وصلت مرحلة من الجنون اللا أخلاقي، إنه الإنسان يستخدم سلاح فتاك وأسلحة محرمة دوليا عشان ينهي معركة عسكرية ويبتدي معركة يعني سياسية بالنسبة له تكون مسألة سهلة. ولذلك أنا بشوف في ثلاثة دوافع، دافع زي ما قلت لك دافع بتاعت خوف من إنه التحولات الاجتماعية اللي حدثت دي تتبع تحولات سياسية وتنهي قوانين اللعبة اللي موروث وتؤسس لقوانين جديدة، ده واضح جدا. اثنين، إنه وراء الكلام ده في دوافع بتاعت حقد اجتماعي، وده المبرر بتاع إن الحكومة تستخدم يعني ليس فقط السلاح الكيماوي اللي اتكشف في العاون الأخير في جبل مرة، حتى منذ أن بدأت الحرب في دارفور وفي مناطق جبال النوبة في المناطق المختلفة، إن الحكومة استخدمت سلاح قوي وسلاح فتاك. ليس مبرر إن يستخدم سلاح من هذا النوع ما بين جيش وبين مدنيين، ده ممكن يكون مفهوم في إطار الصراع الدولي بين جيوش بتاع الدولة معينة وبين جيوش في دولة أخرى، هذا مفهوم، لكن غير مفهوم إن الحكومة تستخدم هذا السلاح الفتاك والسلاح الثقيل ضد حرب ضد مدنيين وحرب. أستاذ أحمد الحسن، استاذ احمد الحسن، الان يعني الحكومه السودانيه بالرغم من انه يعني بها متهمين ومطلوبين لدى المحكمه الجنائيه، والحكومه ايضا يعني اصبحت الان ما عندها اي ظل سياسي متمدد حول العالم، والعالم كله الان يعلم انه رئيس الحكومه ورئيس الدوله مطلوب لدى المحكمه الجنائيه، واضافه لذا يعني سجل الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان هو الأسوأ في دول العالم. في تقديرك لماذا الحكومة سعت الآن يعني سعت بنفسها في أنها دارت توسخ حتى ملفها وتزيد ملفها يعني قتامة،
ألا ترى أن ذلك تحدي للأسرة الدولية التي ما باتت يعني يهمها ما يدور في دارفور، أو قضية دارفور أصبحت خارج يعني اهتمامات؟ والله شوف يا 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 حمد صالح، أنا بقول لك للأسف الشديد إنه المجتمع الدولي نفسه مواقفه تجاه النظام والضغط على النظام باعتبار النظام يعني مدان من المؤسسات تحت المجتمع الدولي نفسها، وبعدين مش مدان فقط مسائل بسيطة، مدان في مسائل متعلقة بجرائم الحرب والإبادة الاجتماعية، وده مش لناس معينين في النظام، ده على مستوى الرمز الأول بتاع النظام نفسه، وده مش تم هسي، ده تم قبل 7 سنوات من الليلة. ولذلك أنا بفتكر المجتمع الدولي نفسه فهو خلل. أنا قبل فترة كان يعني حصل لقاء هنا في لندن مع الأستاذة عائشة البصري، وانت ممكن تكون سمعت كلام عائشة البصري قبل ايام حتى عملته في راديو دبنجة، تتكلم الى اي مدى المجتمع الدولي تهاون مع قضايا اساسية بتمس حياة الناس والإبادة اللي حصلت ليهم، وانه هو كيفين المجتمع الدولي اخفى بعض التقارير عمدا عشان يعمل اتفاقات بسيطة مع النظام. انا بقول النظام ما غبي بالمعنى اللي ممكن هو يرتكب فظايع في الوقت اللي فيه المجتمع الدولي ملاحقه. المجتمع الدولي والحكومة تعرف إنه الاثنين بيلعبوا بالعصا والجزرة يعني، والنظام نفسه مستخدم هذا القصة. ده واحد. اثنين، النظام عنده تحالفات دولية، ما تقول النظام ما عنده تحالفات دولية، لأنه أنا أفتكر المعركة ما معركة دولية يا أحمد صالح، المعركة معركة وطنية من الطراز الأول، إنه في النهاية الناس اللي استخدموا ضدهم السلاح الكيماوي ديل يعني ديل السودانيين يعني مش ناس آخرين، ولذلك المعركة معركة وطنية. إنه نحن وقت ما فكرنا إنه هذه المعركة معركة المجتمع الدولي ضد النظام، إحنا أبعدنا المعركة الحقيقية اللي هي مفروض تحقق التغيير في السودان، هي المعركة الوطنية الأساسية. إذا إحنا عجزنا في ده موضوع آخر، لكن المعركة معركة وطنية من الطراز الأول. النظام نفسه عنده تحالفات زي ما أنت عارفة يعني، عنده تحالفات دولية وقاعد يستغل كثير من التناقضات اللي بتتم. في تحالف واضح جدا بين النظام وروسيا، في تحالف واضح جدا ما بين النظام والصين، والصين تعرف ان النظام بيستخدم هذه الاسلحه الكيماويه من السوق بتاع السلاح في الصين نفسه، ومرات بياخذها بالديون وبالاقراض وانت زي ما عارف يعني اللي بيحصل ده. ولذلك النظام ما خايف على حاجه، النظام ما خايف على شيء، النظام بيتكلم علي وعلى اعدائي. انا عايز اقول النظام بالوقت في مشروع سياسي مطروح للتفاوض حوله، ولذلك هو عايز ينهي هذه المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة، ينهي هذه المعركة عسكريا عشان التوقيع على على الاتفاق السياسي يكون اتفاق سهل زي ما انت عارف. في إطار التفاوض مطلوب الحديث حول الترتيبات الأمنية ووقف العدائيات. النظام يتكلم عن أين الجيوش بتاعت القوى المعارضة عشان بناء عليه ده هو ممكن يمشي يعمل اتفاقات، ولذلك في الوقت ده هو لا يتوانى في ضرب بهذه القوة ضرب عنيف، عشان لما نجي فعلا في الترتيبات الأمنية يكون في الأرض ما فيش أي قوة أخرى ممكن نعمل معها الترتيبات الأمنية. لذلك أنا عايز أقول المعركة اللي بنراها إنها هي معركة عسكرية استخدام النظام هي في الحقيقة معركة سياسية، والنظام بيمهد لهذه المعركة السياسية بهذا الأسلوب الغزير. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الحسن، ونحن ننتقل للأخ الأستاذ مستور أحمد محمد، ولكن فاصل ثم نواصل الحديث. أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق عيونهم
مجروحة الأوان ذابلة البريق يتهامسون 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 صياد جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون ويغمغمون 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 نحن الشعوب الكادحون لا 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 أستاذ مستور أحمد محمد وسؤالنا مباشرة يعني كيف تقيمون التقرير الذي رفعته منظمة العفو الدولية حول استخدام الحكومة السودانية للأسلحة في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور؟ شكرا جزيلا. حقيقة يعني نحن بالنسبة لنا التقرير تقرير منظمة العفو الدولية حول استخدام الحكومة السودانية للأسلحة الكيماوية في دارفور يعني مسألة متوقعة ومن وقت بدري يعني كل الدلائل تأشر لأنه يعني في استخدام الأسلحة محرمة في المناطق مناطق الحرب يعني في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والتقرير ده يعني ده بيأكد الكلام اللي نحن ظلينا نتكلم عنه ويعني ده محتاج حقيقة لعمل كبير ومناهض يعني من كل القوى السياسية والناشطين وكل المنظمات الدولية يعني معرفة الحقائق ويعني نحن شايفين إنه ما في أي طريقة لأنه النظام الخرطوم يوقف الحرب على المدنيين وبالذات استخدام الأسلحة المحرمة إلا بفرض يعني حظر الطيران في مناطق الحرب ونحن قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا ويعني ما دامت الحكومة تضرب بالطيران في مناطق النزاع يعني ده مؤكد إنها تستخدم الأسلحة المحرمة فيعني ده يعني استمرار للسجل الإجرامي للنظام في حرب على المدنيين وحرب على الأبرياء وبكل يعني بدون أي حتى تبرير للاستخدام أو حتى بدون رد واضح ومقنع يعني لأفعال النظام أو الثاني احنا شايفين إنه يعني في تراخي من المجتمع الدولي وفي تراخي من مجلس الأمن وفي تراخي من الكل في هذا الموضوع أو بالتالي يعني منظمة العفو الدولية يعني وضعت الجميع أمام الأمر الواقع وأمام محك أساسي لأن يعني نحن عشان نستمر في مناهضة هذا النظام ونستمر في عملنا لوقف الحرب على الأبرياء لازم زي ما قلت إنه نقض باتجاه حظر الطيران في مناطق الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. أستاذ مستور في تقديرك مثل هذا التقرير يعني هل عنده تأثيرات على الأوضاع وعنده تأثير على مستقبل العملية السياسية التي تجري الآن في أديس أبابا ومن المتوقع أن تحدث هنالك مفاوضات ولقاءات بين الحكومة وأطراف المعارضة السودانية المختلفة؟ أكيد يعني التقرير له أثر كبير جدا على الواقع السوداني وله أثر على مجريات العمل السياسي في مسألة الحوار والتفاوض الماشي وأكيد يعني القوى السياسية يعني أصدرت مواقف قوية في هذا الخصوص ويعني حتى يعني بعض القوى السياسية يعني أصدرت موقف بأنه يعني يمكن يحصل تراجع في مسألة التفاوض والحوار مع النظام في حال يعني إصراره الاستخدام الأسلحة الكيميائية والضرب الطيران على المدنيين ويعني برضو يعني حقيقة المجتمع الدولي يعني ده بشكل ضغط برضو على المجتمع الدولي واللي هو بيدور بيضغط على النظام وزي ما شايفين برضو يعني الحكومة الفرنسية يعني أصدرت موقف يعني بيفتكروا إنه موقف يعني محترم وبيعبر عن توجه يعني ممتاز من قبل الحكومة الفرنسية بأنه دي مسألة يعني هي مسألة بتاعت مسألة إنسانية ومسألة بتاعت حقوق ومسألة بتاعت حياة وموت ومسألة بتاعت إجرام يعني لا يمكن إنه الناس يسكتوا عليها وبالتالي التقرير ده هيكون عنده أثره على الواقع وعنده أثره على المجريات العمل السياسي والآن كل الناشطين وكل المجتمع السوداني متحرك
تجاه يعني كردة فعل لهذا التقرير، وبنفتكر انه هيكون عنده اثر في مقبل الايام على مجمل العمليه السياسيه. استاذ مستور، في تقديرك ما المطلوب الان من القوى السياسيه السودانيه، وكيف يمكن لها ان تتعامل مع مثل هكذا تقارير؟ يعني نعم، هو الان المطلوب من القوى السياسيه انها يعني تحدد موقفها بشكل واضح، والان يعني كثير من القوى السياسيه حددت موقفها ورفضها وادانتها يعني لهذا الاستخدام يعني من خلال التقرير ده. والمطلوب يعني هو اكثر برضو من الادانه والموقف الواضح، المطلوب تحرك يعني من قبل كل القوى السياسيه بمختلف توجهاتهم وبمختلف تجمعاتهم وتحالفاتهم. الان دي مساله يعني هي متعديه لمساله الخلافات والاختلافات السياسيه لحياه يعني قضيه يعني بنفتكر انها هي قضيه بتاثر في مستقبل السودان وبتاثر في مستقبل يعني دارفور نفسها وحتى المناطق الاخرى يعني المرجح انه النظام يستخدم فيها الاسلحه المحرمه دوليا. وبالتالي المطلوب من القوى السياسيه عمل داخلي مناهض للشيء اللي حصل، وعمل خارج يعني برضو يعني يعني كسب مزيد من التعاطف والضغط يعني زي ما قلت، لانه لازم يحصل حظر للطيران يعني، ولازم يحصل عمليه تحقيق يعني مزيد من التحقيق في دارفور وفي جبال النوبه وفي كل مناطق النزاع. الان ده مؤشر قوي جدا من خلال البيانات الاوليه الموجوده انه يعني مؤكد النظام استخدم الاسلحه المحرمه، وبالتالي التحقيق يعني بيوضح اكثر وبيكشف كثير من الملابسات اللي ممكن تكون يعني غايبه على الجميع وغايبه على الناس كلهم. ودي مساله ضروريه جدا ومساله مهمه جدا لنا نحن في نضالنا وفي عملنا اليومي. وبالتالي الجميع مطلوب انه ومطلوب منه يتحرك، وحتى السودانيين في الخارج مطلوب منهم وكل منظمات المجتمع المدني والناشطين وكل الناس يعني محتاجين يتحركوا تجاه القضيه دي. فهي قضيه مهمه وقضيه اساسيه وقضيه يعني لازم الناس يتحركوا عشان يعني يتوجد حد يعني استخدام النظام لكل الوسائل الغير مشروعه في حربها ضد المواطنين الابرياء. استاذ مستور، في تقديرك يعني كيف تقيم استقبال المجتمع الدولي لهذا التقرير؟ المجتمع الدولي سواء كان الامم المتحده، الاتحاد الافريقي، او منظمات الامم المتحده المختلفه، كيف تلقت مثل هذا التقرير؟ وهل يمكن لها يعني ان تلعب دورا اخرا مهما؟ والناس يتحدثوا الان ان هنالك المجتمع الدولي مشغول على زادي ومنشق حتى على نفسه حول القضيه السودانيه، وعنده خلافات وفي الرؤى مع بعضهم البعض، او عندهم خلافات مع بعضهم البعض. مؤكد المجتمع الدولي يعني منقسم يعني، او خلينا نقول انه ما متفق تجاه الازمه السودانيه وبالاخص في مساله التحرك يعني. وبالتالي يعني مسألة متوقعة إنه المجتمع الدولي يعني بشكل مجتمع وبشكل متوافق من الصعوبة إنه يعني يتخذ موقف واضح ما لم يحصل ضغط يعني، والضغط ده بيجي من الجميع يعني، من الشعب السوداني ومن منظماته وأحزابه وحركاته ومن المنظمات العالمية والوطنية وغيرها، عشان يعني تجبر المجتمع الدولي انه يتحرك. والى الان يعني التعامل مع تقرير منظمه العفو الدوليه يعني تعامل صامت، ما بحجم التقرير، ما بحجم التقرير ولا يعني ولا يعني. فبالتالي يعني انا بفتكر انه تعامل خجول وتعامل بيدي للنظام مزيد من التشجيع ومزيد من الضوء لانه يستمر في عملياته اللي بيعمل فيها ويستمر في استخدام الاسلحه المحرمه دوليا، ما دام المجتمع الدولي ما عنده اي رده فعل يعني تجاه مثل هذه الممارسات. وبالتالي يعني مطلوب منه يتحرك، ومطلوب منه يعني يتخذ مواقف اكثر وضوحا واكثر يعني يعني حسما وحزما ما استخدام النظام لهذه الاسلحه. واصلا المجتمع الدولي اذا ما بيتحرك في قضايا زي دي يبقى ما يعني هيتحرك فيها في قضايا ثانيه،
يعني المسألة هي مش مسألة إنه المجتمع الدولي لأنه بيفتكر إنه خلاص المفروض الأزمة السودانية يحصل لها عملية بتاع يعني الناس تحل الأزمة ولازم النظام هو يتغاضى عن إشكالاته ومشاكله دي عشان هو جزء من العملية السياسية وعملية الحل وكذا، لكن ده منهج هو نتائجه كارثية ونتائجه عكسية، بيشجع النظام وبيساعد في إنه يعني يواصل في مزيد من الانتهاكات، ويواصل في مزيد من العمل اللي اصلا هو يعني نتائجه على المدى البعيد هو تفكيك وتشرذم للمجتمع السوداني. ولذا المجتمع الدولي يعني لم يتحرك هنا في تقديرنا، ولم يعني يحرك ساكنا تجاه هذه القضية، والمطلوب كثير جدا. نحن صحيح عارفين التعقيدات الموجودة للمجتمع الدولي، لكن ده ما بيعفيه انه يعني يلعب دوره الاساسي المفروض يلعبه، وبالذات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان وكل المنظمات المعنية بالامر هي مطلوب منها انها تتحرك، لكن ده برضو ما من السهل. انا زي ما قلت بالذات لما نتكلم عن انه الخطوات الاجراءات الحاسمة المفروض تتخذها المجتمع الدولي هيكون فيها انبثام، وما من السهل الناس يصلوا حتى لمسألة إدانة من قبل مجلس الأمن للنظام السوداني، ده ممكن يكون برضو من الصعوبة ناهيك عن إنه يعني يصلوا لتوافق أو لاتفاق يعني فيما يخص مسألة حظر الطيران في مناطق الحرب، لكن ده هنا الهدف حقنا، وده اللي بنأمله، وده اللي بنشوف إنه ده الطريقة الوحيدة اللي بتجبر النظام إنه يوقف يعني مثل هذه الانتهاكات. النظام لو ما شعر وما يتأكد إنه في ضغط عليه وفي إجراءات حقيقية وحاسمة يعني حيتم اتخاذها ضده من قبل المجتمع الدولي، وما ما بكون حريص إنه يعني يوقف الانتهاكات دي، وبالتالي ما في خيارات غير إنه الناس تمشي في الضغط يعني مزيدا من الضغط عشان يتحرك المجتمع الدولي. طيب أستاذ مستور، الآن مجموعة من الأحزاب التي تشارك الآن في مؤتمر الحوار في حوار الوزبة هي أيضا كانت محسوبة على قوى المعارضة الحية وكذا، ولكن الآن بعد ظهور هذا التقرير من قبل منظمة العفو الدولية حتى الآن هذه الأحزاب يعني توارد وصمتت، هل تفتكر إنه هذا الموقف يعني هو موقف تكتيكي ولا أصلا خلاص يعني يتماهد مع النظام وأصبحت جزء من منظومة النظام؟ في ختام هذا الحوار، الأحزاب أحزاب المنضوية تحت لواء أحزاب حوار الوزبة هي كلها صنيعة للنظام، وكلها يعني أحزاب يعني ما عندها أي إرادة وما عندها أي قرار سياسي منعزل ومستقل من النظام، وبالتالي هي عبارة عن أحزاب داعمة للنظام، داعمة لمواقفه، ولا يمكن إنها يعني بأي حال من الأحوال تدين أي فعل يعمل النظام، لأن هي متماهية تماما معه، هي جزء منه وما عندها أصلا وجود خارج النظام، هي صنيعة للنظام وهي مدعومة من النظام، والنظام في أي وقت إذا في حزب يعني بقى ضد المواقف حقته طوالي ممكن يعني يعني يطرده طوالي، يعني ما هيكون عنده أي وجود على مستوى الساحة السياسية، وبالتالي هم دي عبارة عن نظام، ولا أتوقع منهم يعني يتخذوا أي موقف، لا بالعكس يعني هيكونوا يعني ملوك أكثر من الملك أنفسهم، ويصمتوا ويدافعوا للنظام في كل الأحوال يعني. فهي أحزاب يعني ما مرجوه منها، ولا نفتكر إن هي أصلا أحزاب معارضة ولا أحزاب وطنية ولا أحزاب يعني عندها أي علاقة بالشعب السوداني ولا بمصالحه، هي أحزاب صنيعة للنظام بيفتشوا وبيحافظوا على مصالحهم اللي مرتبطة باستمرار وجود النظام، وعشان كده هم بيحافظوا على وجود النظام لأنه عدم وجود النظام و يعني الضغط عليه ومحاصرته من قبل المجتمع الدولي يعني محاصرتهم هم، وحتى يعني مسألة الحوار الوزبة نفسه هم عندهم يعني مصلحة في إنه الحوار ده ما يبقى حوار مجدي، ما يبقى حوار يعني يؤدي لأي نتائج، لأنه لو أدى لنتائج معناه هم هيكونوا برا المعادلة السياسية وكذا، بالتالي هم يعني مع النظام تماما. شكرا جزيلا أستاذ مستور أحمد محمد الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، شكرا جزيلا أستاذ محمد الحسن في ملفات سودانية. محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة. الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة. ملفات سودانية. هذه المناطق تمت بالحرب تماما سنة 97. برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي. لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي. ملفات سودانية.